الاتحادات، زائد ان الدولة عندنا طبعا في ظل الظروف بتاعتنا، فاحنا برضو مقتصرين على ان احنا نعمل معسكرات قبل البطولات بس. صحيح. طب كابتن، خلينا ناخد مداخلة يعني مهمة لينا. معانا طبعا ابن النادي الاهلي ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب مصر في الجابون، معانا الكابتن خالد العودي. ازيك يا كابتن؟ كابتن هيثم، مساء الخير يا كابتن هيثم. منورنا كالعادة على شاشة قناة النادي الاهلي، وكابتن يحيى يوسف وكابتن محمد عبد الله بيسلموا على حضرتك. سلام للكابتن محمد عبد الله وكابتن يحيى. وبيقولوا لك يا كابتن معلش عايزين الكاس بتاعنا يخصنا، فعايزينك ترجع بيه. هيثم الامور يعني عايز اقول لك حاجه، يا رب نتمنى ان احنا صراحه الشعب كل عام مهتميه في كل الاجواء، كل مصر مهتميه بالمنتخب بتاعي. اكيد يا كابتن. كابتن الولاد عملوا اول ماتشين الحمد لله، نقول ان هم بداوا اول ماتشين ما كانش على المستوى، بس عشان ما حدش يتكلم كويس غير على منتخب مصر. احنا عارفين كويس، لكن احنا شايفين احنا هنيجي من ماتش لماتش، وشايفين الماتشات الدمويه دايما في افريقيا الاخير. طب كابتن يعني معلش يعني احنا فاضل لنا كده في المجموعه مباراتين ولا مباراه واحده؟ مباراتين يا كابتن. طيب حضرتك النهارده يعني مباراه الجابون كسبت الجزائر، شايف المباراه ده يعني تهمنا كتير ولا مش فارقه معانا يا كابتن؟ كابتن خالد استاذنك لو ينفع حضرتك تحرك مكانك، لان احنا مش سامعين حضرتك. انا عارف الشبكات الاتصالات ممكن يكون فيها مشكله في افريقيا، فاستاذن حضرتك لو تحرك مكانك. كويس. كده كويس يا كابتن خالد، اتفضل. كده كويس. كويس يا كابتن، اتفضل يا كابتن. عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على لازم احنا كمنتخب مصر بيفكر في المجموعه الاولى او المجموعه اللي هو موجود فيها النهارده. عملنا ماتشين وعديناهم، ونزلنا ماتشين انجولا والكونغو، لازم نفكر فيه. نفكر في ماتش انجولا اللي بعد بكره ان شاء الله هنلعبه، نخلص انجولا نفكر في اللي بعديه. اكيد بنتابع الفرق الثانيه، واكيد كابتن مروان بيدرس الفرق الثانيه ومصورين الفرق الثانيه كلها كل حاجه. لكن خلينا نقول ان طبعا الفرق الثانيه مفاجاه، الجابون والجزائر امبارح هي مفاجاه. عايز اقول حاجه، ان ماتش تونس دلوقتي شغال، وجابون متقدم على تونس لغايه وقتنا هذا، دي حوالي 20 23 شوط الاولاني متقدم عليه فرق واحد. كويس؟ فنقول ان الجابون فرقه محترمه، والفرقه الافارقه اختلفت تماما. احنا ننزل افريقيا فنكسب 10 و15 جون زي زمان، لا الموضوع اختلف. في لعيبه محترفين كتيره في نيجيريا، في انجولا، في الجابون، في الكاميرون، في يعني لا الموضوع مختلف تماما. العمليه فيها الفرق الفني اللي كان عالي جدا او بعيد، لا الامور بقت قريبه. التعب جوه الملعب لاي منتخب هيتعب هيكسب. غير كده مش التاريخ مش هيدي للمنتخبات شمال افريقيا الوضع بتاعها الا التعب بتاعها جوه الملعب. اقول ان الامور بالنسبه لنا الماتش انجولا الماتش الجاي الاهم بالنسبه لنا باذن الله، ان الاداء اللي يتحسن في الاداء الجاي في الماتش انجولا من لعبتنا باذن الله. ومتوقعين ان باذن الله بعد اليومين راحه، النهارده مريحين وبكره مريحين، عندنا بعد بكره الماتش، فاعتقد ان اليومين دول هيفرقوا كتير جدا جدا مع اللعيبه. خلي بالك ان هنا برضو الرطوبه 90%، درجه حراره عاليه جدا جدا، سيول فجاه، رعد فجاه، فالاجواء نفسها الاجواء اللي هم بيشتغلوا فيها بتكلم بصراحه مش حاجه جاهزه من عارف، لكن صحيح. انا عايز احكي ليك بالظبط الموضوع شكله ازاي. الاجواء اللي احنا شايفينها في اول 4 5 ايام موجوده، لسه اللعيبه بتاخد على الاجواء. اعتقد في المرحله الجايه ان شاء الله باذن الله اللعيبه هتختلف، هيختلفوا باذن الله في الاداء، وهيختلفوا في الشكل، وهيختلفوا في كل حاجه باذن الله. يا رب ربنا يكرمنا نفسه بحاجة. طب كابتن يعني كلمنا على العلاقه بالعجيب ان شاء الله يا كابتن، كلمنا على يعني ظروف الاقامه، هل الاوتيل بعيد عن الملعب؟ يعني الاكل انتوا عاملين فيه ايه؟ اتفضل يا كابتن. هكلمك بامانه شديده، احنا قاعدين مش في افريقيا، احنا قاعدين في اوتيل كويس جدا جدا جدا، الاكل على مستوى عالي جدا. احنا الفرقه او المنتخب الوحيد، احنا منتخب المغرب قاعدين في فندق بره البلد كويس، تقريبا جنب استاد الكوره اللي اتعمل فيه مصر والكاميرون، بتلعب فيه مصر والكاميرون، قاعدين جنبه بره البلد خالص، ضغط حوالي 5 عشان نوصل الملعب. لكن خلينا نقول ان فعلا ان الاوتيل او الاكل مش هم بالعكس، هو اوتيل نظيف جدا والاكل كويس جدا، لكن برضو الاجواء نفسها اللي بيتحركوا فيها اللعيبه، الرطوبه العاليه حسب انت عارف كنت كابتن قديم وعارف يعني الاستاف الكبير، وعارف الموضوع الرطوبه بتفرق معاك ازاي في الملعب، صحيح، ازاي مع اللعيبه، صحيح، كويس، والتنفس وقصه كتير عريضه كده. لكن في الاخر بقول دي كلها مش حاجات، اللعيبه بتاخد على الاجواء، وان شاء الله المرحله الجايه باذن الله هيكونوا باذن الله متواجدين جوه الملعب بشكل احسن كتير باذن الله. طب كابتن خالد، يمكن انا عايز اطمن شويه على الاصابات، يمكن احمد الاحمر كان خارج من اصابه، وكان برضو حتى في مباراه الدوري شفناه واحده واحده بيرجع. كلمنا عن حاله اللعيبه، برضو لعيبه فيها لعيبه في اوروبا رجعوا جايين بيلعبوا زي علي زين وممدوح هاشم، يعني عايزين نشوف. طمنا على الفرقه من الناحيه البدنيه يا كابتن، من ناحيه الاصابات. يا اخي هقول لك تاني،
لعيبه بيلعب في اوروبا بقالها تقريبا سنه كويس. معلش يا كابتن خالد الصوت الصوت بس بيقطع، لو حضرتك معلش حرك مكانك تاني انا اسف. لا عندهم لعيبه بتلعب جدا كويس، الامور بالنسبه لهم رقم واحد، حامل لقب البطوله جايين كحامل لقب البطوله، اعتقد ان هي دي حاجه جوه عينيهم واضحه جدا جدا. المهندس خالد عايز كل يوم بيطمن على الدقه الصبح وبعد الظهر، بيتكلم على طول وبيسال على الدقه على طول، كل ده بيشيلهم حاله من الطمانينه. السفير المصري هنا السفير احمد بط بصراحه شديده، الراجل لا يتوانى في ثانيه ان هو يقدم كل ورجاله السفاره هنا، يعني متواجدين معانا 24 ساعه تقريبا. فعايز اقول كل الظروف المحيطه بالنسبه لنا سوري يعني. لا اتفضل يا كابتن. المحيطه بالنسبه لنا ظروف كويسه، ظروف كويسه ان شاء الله نقدر نمشي على ان احنا راسمين او احنا شايفينه قدامنا عشان نوصل لكاس البطوله باذن الله، ونقدر نحافظ على اللقب ونرجع بيه ان شاء الله لمصر بلدنا الحبيب. اكيد يا كابتن خالد، وكل التوفيق، وقلوبنا معاك. وكابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس بعثه منتخب مصر في الجابون، كل التوفيق لحضرتك ولمنتخب مصر. يمكن ارجع